احمد بقى انا شايف ان النادي الاهلي قادر يعدي مازيمبي يعني ان شاء الله. النادي الاهلي اقوى من، يعني انا شايف الاهلي اقوى فرقه في افريقيا، حتى اقوى من سان داونز. بس انت بتقابل محطات، بطوله افريقيا دي بتاخد على محطات طبيعي. يعني لو كنا قابلنا بترو اتليكو ما برضو كان هيبقى سفريه انجولا صعبه. قابلت مازيمبي، كل محطه ليها صعوبه. يعني مازيمبي كفرقه كوره بتلعب برضو على السرعات، عندهم كونزومبي رقم 7 لعيب كويس جدا، عندهم الباك رايت لعيب مميز جدا، بيعملوا جبهات بشكل كويس. ولكن برضو النادي الاهلي فرقه تقيله. زي ما بقول لحضرتك مازيمبي ما خسرش، ما دخلش فيه ولا جون على ملعبه، لكن النادي الاهلي برضو بقاله 18 مباراه لم يخسر في دوري ابطال افريقيا، بقاله 18 مباراه متتاليه. فان شاء الله ان شاء الله لو حتى اتعادلت مع مازيمبي، مارسيل كولر هيكسر، هيعادل رقم مانويل جوزيه كأكتر مدرب في تاريخ النادي الأهلي ب 19 مباراة بدون أي هزيمة. فبالتأكيد مباراة مازيمبي صعبة وملعبهم صعب، وعارف الكلام اللي هو الأجواء اللي هتتقال دي، ولكن شايف النادي الأهلي قادر. النادي الأهلي أقوى من أي فرقة في أفريقيا. كنت أنا في مباراة أنيمب أنيمب النيجيري 2005 جون عماد متعب أو 6 2005 عماد متعب كسب 1-0. كان أنيمب بقاله سنتين أو 3 سنين لم يهزم على ملعبه تقريبا كان لم يهزم بره غير من النادي الاهلي فقط في مباراه، لانه كنا انيمبا كل سنه كان في هذه الفتره انيمبا النيجيري كان هو الحصان الاسود في افريقيا مع النادي الاهلي. طبعا انا هنا بتكلم مع النادي الاهلي، كان هو اللي بيوصل قبل النهائي والنهائي واللي مش عارف ايه. انيمبا قبلها كان خد الدوري او خد دوري ابطال افريقيا من الاسماعيلي لو تتذكروا، كسب هناك 2-0. انا كنت بلعب في المباراه دي برضو 2003 يمكن او 2002 انا اسف. كسب المباراه دي في 2002 كان الزمالك 2003 الزمالك 2002 انا فاكر 2003 كان الاسماعيلي اتغلب هناك 2-0 والاسماعيلي كسب 1-0 بركله جزاء لحسني عبد ربه، وكان الحكم من موريشيوس في ذلك الوقت واضاع الوقت وما لعبناش المباراه في انيمبا. انا بتكلم على انيمبا، وبالتالي انيمبا كان نفس الاتموسفير او نفس الشكل ده تحديدا. صح. يعني انا افتكرته وانتم بتتكلموا. بقى بمناسبه حضرتك اتكلمت على الحكام، انا شايف الدور اللي فات ده كوارث تحكيميه من كل الجهات. صح. يعني ماتش سان داونز ده مرعب، الكره اللي عدت الخط 100%. لا بس انا شفتها في بين سبورتس، ما اعرفش صح ولا غلط، ولكن هم جابوها ان هي لم تتعدى الخط بكام. طب ما رجعش الفار حتى، ما ريحش الناس في الملعب. بس عارفين اللقطه دي فكرتني بكره الاهلي وطلاع الجيش. نفس الكره بالظبط، واللي عملته قناه بين سبورت كانت عملته قناه اون تايم، كان برده قناه اون تايم جابتها كابتن سمير عثمان ساعتها، كان جاب وقال ان هي ما عدتش. برضو انا شاكك ان هي عدت بصراحه، يعني انا شايفها بالعين الزاويه العاديه ان هي عدت، مش عارف هي يعني ما اعرفش ازاي الحكم شافها.